كل جول. العلامة نفسها مع السهم. مع السهم مع السهم بس كده السهم كده كده ده السهم ده كده انت هتكون مع السهم ده كده ده كده تمام. عشان تبقى رايت وليفت معاك. ايوه صح دخلت اسم تمام تمام. العيان نفسه يعني ده بتعلي وتوطي من هنا بتعلي وتوطي اوكي تعلي الجهاز او تنزل الجهاز تعلي الجهاز او تنزل الجهاز ماشي. العيان بيخش ماشي بيشرب حط دقنه هنا كده دقنه فين؟ دقنه هنا كده على الحته البيضه دي البلاستيكه دي ايوه ايوه والحته الحديده نفسها كده في حته في النص اهي في ايوه نقره نقره بتقول العيان عض عليها باسنانه كده تمام تمام تمام. ارفعه لك شويه طيب عشان تبقى مرتاح برضه بحيث ان احنا ده بتعرف تمام كده ولا تمام تمام. اخلي المريض طبعا فارد ظهره كده وضع المريض يكون كده تمام تمام كده وضع المريض هو ده وضع المريض انت بتظبط بقى على اساس ايه؟ بتفتح هنا كده من دي كده بيظهر لك خطين عند ايه لاير؟ اللاير دي بتظهر لك خطين حمر ماشي خط اهو خط اهو ماشي بتظبط بحيث ان الخط ده يبقى هنا والخط التاني يبقى بعد تاني سنه او تالت سنه في بعد تالت سنه تالت سنه كده في نص سنه بحيث ان انت ايه ظبط من عندك ايه شوف اللاير كده اشتغل بيه اعمله لاير لا كده بيضيق كده مثلا كده مثلا هو جاي لك هنا جاي لك هنا يعني مثلا خليك هنا كده على حسب يكمل الفك يعني على حسب حلو كده تمام تمام كده كده المفروض ان البيشنت ده وضع البيشنت هو يمسك البتاعتين اللي هي هو يمسك البتاعتين من هنا تمام ماشي بتعمل. بتعمل ايه بعد ما تظبطه بتعمل بتدوس على الزرار ده الزرار ده بيجيب الاثنين دول كده اللي هو تي تي واسهم كده تي اسهم الزرار ده بيجيب الاثنين دول بيمسكوا دماغه فما بحسش ان هو ما يحركش دماغه في وقت اللي بتاع في وقت البتاع ما حركش دماغه ماشي تمام كده كل حاجه تمام بتخش على الحاجات دي البروجرام نفسه اهو البروجرام نفسه بانوراما مختاره بانوراما ممكن انت ممكن تختار حاجه تانية ممكن تختار سيفالو ممكن تختار تي ام جي ممكن في ساينس الكلام ده ينفع يتعمل على نفس الجهاز ده على نفس الجهاز ده تمام والسيفالو اللي هو الجهاز ده هو ده هو نفس الجهاز هو نفس الجهاز هقول لك سيفالو دلوقتي بس احنا خلينا في البانوراما بانوراما والبيشنت ادلت يعني مش تشايلد يعني خلي بالك بيشنت ادلت والجو نورمال ايه الجو دي؟ اللي هو الفك نفسه وضعه نورمال نورمال افريج نورمال افريج تمام كل حاجه تمام ومظبط العيان وكل حاجه الجو ده اللي هو اقدر من هنا اتحكم فيه؟ ده تتحكم في كده ان انت ما الحته ديت ما تظهرش في الاشعه لو انت عملت كده الحته دي اسمه ايه سيجمنتيشن؟ سيجمنتيشن الحته دي ما تظهرش في الاشعه ممكن استخدمها مثلا لو انا عملت كده يعني هي الزرار كل الزرار بتاعي انا لو عايز اعمل كده واخبي فقرات مثلا لا بس دي ما تعملهاش ما تعملهاش ما تعملش المره الحركه دي استخدمها غير لو بتعمل الفك مفتوح ومقفول فما بتعرفش تعمله على الاكس راي وبيقول لك يجي يطلب لك تي ام جي اوبن اند كلوز اوبن اند كلوز طيب حاجه ربنا يخليك حبيب قلبي حبيبي تسلم لي ما بتعرفش تعمله على الاكس راي جوه لان الاكس راي جوه بيظهر معاك شادو الجو التاني بتعمله على البانوراما وتروح محدد الحته دي مثلا عشان الحته دي مش عايزها انا عايز الاثنين جو بس تحدد الحته دي وتقول له اوكي ماشي فما يحددش كده خلاص هو هيطرح هيجيب هيطرح هيجيب الحته دي مش هيعرضها للاشعه خالص ويبان في الفيلم الجودة والجودة ماشي هو الجو ده هو الاجزاء اللي هي زي كده دي اللي هو الفك الجو اللي هو الفك ده ماشي تمام احنا كده كل حاجه تمام نعمل بانوراما نور ريدي ماشي تمام نعمل اللاير ده لا خلاص خلاص اللاير مظبوط خلاص انت كده كده ظبطت كل حاجه اهو وانا ماسك اهو ماشي كده تمام تمام هات بقى الكنترول كنترول مدينا اصفر مدينا ريدي بريت و اكسبوجر ايميجر بس هو شغال على ريدي بريت ريدي
ادوس ده سواء اقفل؟ لا تدوس على طول ده انك دايس. اه صح لحد ما يلف. اه ده انك دايس على طول. اه هو يلف واخلي البيشنت بقى ينزل كتفه وبتاع صح؟ اه كده خلاص ماشي تمام كده خلاص. هو بيرجع الوضع بقى ازاي؟ بيرجع الوضع ازاي؟ انت كمان انت يعني قلت خلاص قبل ما البتاع يخلص قبل ما يكمل يا راجل بيرجع الوضع ازاي؟ الواد في البانوراما يرجع تعمل انتري 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 دي كده تطلع لي الكاسيت خالص بقى. لا بترجع الوضع تاني يرجع الوضع تاني جيب ماشي تطلع الكاسيت انت كده كده محتاج تطلع الكاسيت وعلى السيار. اه وعلى السيار وعلى السيار تمام كده البانوراما بيرجع الوضع تاني تمام تمام. بس المعلومات دي ما مش هلاقي واحد زي عتوي. ايوه بالظبط ايوه هنحفظ انا واحنا رايقين كده قاعدين كده في البيت نفكر الموضوع ده ازاي. استنى شغل ماشي يا كبير ده البانوراما تمام كده تمام. طب والسيفيلو بقى؟ السيفيلو بقى بتعمل بانوراما شيب سيفيلو لازم في السيفيرو تختار اوبشن سيفيرو. اه تختار اوبشن سيفيرو الجهاز بيتحرك ويعمل نفس وضعه على السيفيرو بس لازم في السيفيرو تشيل الحته دي. اه تشيل القطعه دي عشان بتعمل شادو في السيفيرو. تمام 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 هو كده بيظبط وضعه ان السيفيرو هيبقى يعني كل الحاجات دي اسوي بتبقى اوتوماتيك. انا مش بقى يعني انا مش بقى مش بقى مش بقى يعني في الجهاز بانوراما خلاص يبقى بانوراما ده بيبقى نازل معاه السيفيرو واوبشن كله ان انا شغل كمبيوتر بالظبط. تمام بالظبط كويس كويس. احساس انت تتعامل مع واحد بيفهم ده مفيد يعني ما تشرح لواحد شايف حاجه عسوي بيبقى حاجه ممله. بص انت في كذا اوبشن في السيفير. ايوه في الاربعه دوت السته دوت هو الاوبشن اللي هو يعني المفروض اللي هو بيستعملوه كتير هو الكيلومتر. اه الكيلومتر سته كيلومتر سته. خليك يا حوده اعرفوا بس ايرو 25 اتحل ازاي. حاضر ايرو 25 ده على فكره بتتحرك جهاز تتحرك 25 اه في ايرو 25 في طباعة السي دي على البانوراما. يا راجل ده انا بقيت اخش اربع سنين. يا محمود يا محمود ايه ده في ايه يا عم انت ايه وضعك بالظبط يا محمود؟ جوز شويه عيال كده ستيل مفيش خالص ما بقدرش اعمل خالص. لسه ما اشتغلوش لسه ما خرجوش. يا باشا انا هكلم تامر تامر كلمني واجي لك هشتغل معاك. هنظبط اهو جاب ناس الله يحرقها ماشي. فده كيلومتر ستة بيتظبط معاك اللي هو المريض بيبقى وضعه كده انت تقف كده. يعني هو كيلومتر ستة اللي هو الشكل ده الشكل ده تمام المفروض ان انا وضعي بتاعي بقى كده يقف كده الاثنين دول. ايوه الاثنين دول بترفع من هنا اهو بترفع لفوق. اه زي اللير كده وزي اللي هو الهاي بحيث ان دول يوصلوا عند الودن وتدخلهم في ودن. بس دي في الاول بتقفل حاجه زي كده وحاجه زي كده عشان ودنه حاجه زي ايه؟ يعني البلاستيكيه البلاستيكيه. اه طبعا صح دي توجع دي ايه دي تخرج آه. فتحط من الودن تحرك الاثنين من هنا كده. اه في الزرار هنا بتتك عليه اهو اهو تك عليه جوه كده يخلي معاك الحركه تمام. اه سيبهم يقف. اه ماشي. اه خلي معاك الحركه جنبك كده. اه تحس ان هما يخشوا الاثنين هنا يخشوا. اه وبالراحه بقى. اه بالراحه. وده ايه ده؟ دي بقى بتمقاس للودن من عند المناخير نفسها بتحطه هنا كده بيخلي يبقى في نص المناخير هنا كده. اه تمام. اه يتظبط بحيث ان هو يبقى في نص المناخير هنا. توطي راس العيان وترفع راسه بحيث ان هو ايه يبقى في نص المناخير هنا كده. ايوه ايوه في الحته اللي هي دي. اه نفسها. وتقول للعيان عض على